Analyse de l'islam et de la loi musulmane. Dans cette vidéo, on abordera le problème de la pédophilie et des relations sexuelles avec les fillettes prépubères. On commencera par Mahomet, le fondateur de l'islam, qui se maria avec la petite Aïcha. Mahomet, qui avait 52 ans, prit comme épouse la petite Aïcha. Le mariage fut conclu alors que Aïcha avait 6 ans. Aïcha voulait jouer avec ses poupées. Elle ne comprenait pas ce que signifiait le mariage. Be gentle with her. I'm the apostle of God. You don't have to teach me this. I know how to deal with a little child. Don't worry, my little wife. I will be gentle with you. I will not hurt you. Mom, Dad, don't leave me alone. Come on, my love. Don't be scared. I will be very gentle with you. Uncle, what are you doing, Uncle? Why are you removing my clothes? I'm not your uncle anymore, Aïcha. I'm your husband. Please, Uncle, please. Don't worry, my little wife. I will be very gentle with you. What are you doing, Uncle? What are you doing? Oh, shit. It seems you are not ready for it, my little darling. Never mind. Just open your thighs. Open your thighs. My thighs? Why, Uncle? Why? Come on, just do it. What are you doing, Uncle? What are you doing? Please stop. Oh, you're the best, Aïcha. I love it. Best what, Uncle? What did you just do to me? Don't worry about that, little girl. I'm so scared, Uncle. Until you reach puberty, I will enjoy it in this manner. Using your thighs. En fait, Mahomet considère Aïcha comme pubère, à l'âge de 9 ans. À cet âge, il consomma alors le mariage, en ayant avec elle, des relations sexuelles normales. Dans la vidéo suivante, une femme sunnite reproche aux musulmans chiites de légaliser les relations sexuelles avec les bébés. معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها سنتين ثلاث سنين أربع سنين عشان ما ندخلوا في التفاصيل التمتع بالمفاخذة خلاص اشرح لك هذه ضد حقوق الطفل هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة التمتع بالمفاخذة شنو ذي التمتع بالرضيعة معناته ذي زين الرضيعة يعني كم عمرها سنة سنة ونص أشهر يعني هل يعقل رجل بالغ ممتاز إذا في البداية أعلق على ما قدمته السيدة غادة أنه أولا ده صوت شجاع وصوت رائع جدا هي تطالب بأنه لابد من حماية الأطفال وده شيء محمود يعني يضاف إلى سجلها ولكنها في ذات الوقت تتحامل على طائفة واحدة في الإسلام وهي طائفة الشيعة وتعتقد أن هذا الأمر لا وجود له إلا عند الشيعة مع أن الأمر ده موجود عند السنة التمتع بالصغيرة موجود عند السنة وقدمنا مراجع عديدة جدا في الحلقات السابقة هل ما قالته صحيح عند الشيعة أم لا هذه بداية أريد أن أبدأ بها نعم ما قالته صحيح خلينا أقدم بعض التفاسير هنا في تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للمفسر الطوسي صراحة في سورة واللائي لم يحضن الطلاق 4 قال واللائي لم يحضن الصغار هذه واضحة إذن يعني من حيث الاتفاق في هذه الجزئية أن الصغيرة يمكن الاستمتاع بها ولكن عند الشيعة في لا يمكن الدخول بها إلا في سن 9 يعتقدون أن سن 9 هو سن يعني ناضج هو ده كلام فاضي طبعا لا علاقة له لا بعلم ولا بأي شيء آخر كلمة البائسة الطفلة المسلمة المسألة 12 يقول الخميني لا يجوز وطء الزوجة يعني الجنس الكامل معها قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا يعني لو كان زواج متصل متواصل أو كان زواج متعة
مؤقت، كان النكاح يعني دائم أو منقطع لفترة محددة. يكمل: وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم، وهذه الكلمة فلا بأس بها حتى في الرضيعة. حتى في الرضيعة. أصحاب العقول يعني يجب أن ينتبهوا هنا يعني إلى خطورة هذا الكلام، حتى في الرضيعة. هل هذا الرجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ وكيف عقلتي وكيف قبلتي رجل بالغ عمره 54 سنة يمارس الجنس مع طفلة عمرها 9 سنوات؟ أنت تقولين، أتقولون لي هذا إسلام؟ نعم، هذا هو الإسلام، وهذه سنة رسول الإسلام. ألم يمارس رسول الإسلام الجنس وهو 54 سنة مع عائشة عمرها 9 سنوات؟ لماذا ترفضين على الشيعة هذا الأمر وتقبلينه لا مشكلة على رسول الإسلام؟ Dans la vidéo suivante, un sunnite reproche aux chiites de légaliser les relations sexuelles avec les fillettes alors qu'elles ne sont encore que des bébés. أي إنسان يقبل أن يأتي إلى رضيعة عمرها لم يتجاوز السنة، 5 أشهر، 6 أشهر، 10 أشهر، سنة، سنتان رضيعة، قال يتمتع بها، يقبلها، يضمها، يتفخذها، لا أستطيع أن أتكلم. En réponse à l'imam sunnite, le cheikh précise que l'islam, aussi bien sunnite que chiite, légalise le plaisir avec les nourrissons. Ainsi, le mariage avec les fillettes n'a presque pas de limite dans la loi musulmane. رضيعة، نعم رضيعة في المهد يقول. انزين، فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 يقول ابن حجر في صفحة 25: وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوضع. احنا الحين نبي نثبت أولا زواج الكبير من المهد جائز شنو؟ إجماعا. طيب، الاستمتاع الآن بهذه الطفلة الصغيرة جائز؟ طبعا دون الوطء، احنا نقول احنا أول شيء عند الشيعة ما في وطء، من دون 9 سنين ما في وطء. خلونا نشوف الحين أقوال علماء إخواننا السنة، وهذا الشخص اللي قاعد يطعن فيهم من حيث يدري او لا يدري انا ما ادري. شوفوا معاي شرح مسلم للنووي في الجزء الثالث في صفحة 577، باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة، طيب مثل نقول احنا الاستمتاع بها، التلذذ بها، شنو يا نووي؟ يقول عمل به، اذا ما كان في ضرر يعمل به، صح؟ وان اختلف فقال احمد وابو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها. وقال مالك، حطوا تحت العبارة هذه خط، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. الحين هذيل شنو شواذ عندك؟ ما يضبط بسن، يا
يعني إذا كانت تطيق الجماع عمرها سنة سنتين خمسة أشهر عشرة أشهر سنة سنتين ها لكن تطيق الجماع يقول لك صحيح إذا ما كان في ضرر. الحين إيش رأيك أنت؟ كل الألفاظ اللي قلتها وتتهم في الشيعة الحين تتهم في إخوان علماء إخوان السنة؟